بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 40 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة، حيث يقول: المسألة الثالثة في النعم المخصوصة ببني إسرائيل. الإمام تكلم فيما سبق عن النعم العامة التي أنعم الله عز وجل بها على البشر جميعا، في هذه المسألة يتحدث عن النعم المخصوصة ببني إسرائيل. يقول: قال بعض العارفين: عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون. عبيد النعم كثيرون، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، عبيد النعم كثيرون، المال من النعم، وهناك من يعبد المال، وهناك من يعبد الهوى، وهناك من يكون عبدا للشهوات. ولذلك يقول أو قال بعض العارفين: عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون. فالله تعالى ذكر بني إسرائيل أو ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولما آل الأمر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالمنعم، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم. فدل ذلك على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. خاطب الله عز وجل بني إسرائيل بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر بني إسرائيل بالنعم لأنهم عبيد لها، وهذه مرتبة هابطة. وذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمنعم لأنهم عبيد لله عز وجل، وهذه أسمى المراتب. أن تكون عبدا لله عز وجل فهذه أكرم وأسمى منزلة، لأنك إن لم تكن عبدا لله عز وجل كنت عبدا لغيره لا محالة. وهذا يدل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة، منها: أولا، استنقذهم مما كانوا فيه من البلاء من فرعون وقومه، وأبدلهم من ذلك بتمكينهم وتخليصهم من العبودية، كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. النعمة الثانية: جعلهم أنبياء وجعلهم ملوكا بعد أن كانوا عبيدا للقبط، فأهلك الله أعداءهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، كما قال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ويؤكد هذا الأمر أيضا قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقوله تعالى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثالثا: أنزل الله تعالى عليهم الكتب العظيمة التي ما أنزلها على أمة سواهم،
كما قال على لسان موسى عليه السلام: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. رابعا، روى هشام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن نجاهم من آل فرعون وظلل عليهم في التيه الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه، وأعطاهم الحجر الذي كان كرأس الرجل يسقيهم ما شاءوا من الماء متى أرادوا، فإذا استغنوا عن الماء رفعوه فاحتبس الماء عنهم، وأعطاهم عمودا من النور ليضيء لهم بالليل، وكانت رؤوسهم لا تتشعث وثيابهم لا تبلى. والإمام بيّن أن الله عز وجل ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم في هذه الآية على سبيل الإجمال، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ثم ذكرهم بها أيضا على سبيل الإجمال بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم ذكر هذه النعمة على سبيل التفصيل في هذه السورة الكريمة كما سنرى. يقول: واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه. لماذا ذكرهم الله عز وجل بهذه النعم؟ يقول: لوجوه. أحدها أن في جملة النعم ما يشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوراة والإنجيل والزبور. يقول: هذه الكتب من نعم الله عز وجل على بني إسرائيل، لذلك امتن الله عز وجل على المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذه من أعظم النعم، الكتب السماوية من أعظم النعم على بني إسرائيل، التوراة والإنجيل والزبور. هذه الكتب نعمة من الله عز وجل، وهي شاهدة بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا، على أنها شاهدة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن هذه نعمة. وثاني الأغراض أو الغرض الثاني من تذكيرهم بهذه النعم أن كثرة النعم توجب عظم المعصية، فذكرهم تعالى بتلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وثالثها أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة. ورابعها أن تذكير النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بها، ومن خص أحدا بنعم كثيرة فالظاهر أنه لا يزيلها عنه، لما قيل: إتمام المعروف خير من ابتدائه. فكأن تذكير النعم السالفة يطمع في النعم الآتية، وذلك الطمع مانع من إظهار المخالفة والمخاصمة. فإن قيل: هذه النعم ما كانت على المخاطبين، المخاطبون هم اليهود الذين كانوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النعم لم تكن لهم بل كانت لآبائهم، هذه النعم ما كانت على المخاطبين بل كانت على آبائهم، فكيف تكون نعما عليهم وسببا لعظم معصيتهم؟ يقول: والجواب من وجوه. أحدها: لولا هذه النعم على آبائهم لما بقوا، فما كان يحصل هذا النسل،
فصارت النعم على الآباء كأنها نعم على الأبناء. وثانيها أن الانتساب إلى الآباء الذين خصهم الله تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة في حق الأولاد، يعني هذه مدعاة للفخر. وثالثها الأولاد متى سمعوا أن الله خص آباءهم بهذه النعم لمكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الولد في هذه الطريقة، لأن الولد مجبول على التشبه بالأب في أفعال الخير، فيصير هذا التذكير داعيا إلى الاشتغال بالخيرات والإعراض عن الشرور. وأما قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاعلم أن العهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعا، لأن من عاهدته فقد عاهدك، وعاهد بمعنى فاعل أو على وزن فاعل، فهي تكون من الطرفين، لذلك يضاف العهد إلى المعاهد وإلى المعاهد. يقول وذكروا في هذا العهد قولين في بيان العهد المذكور في هذه الآية قولان، الأول أن المراد منه جميع ما أمر الله به من التكاليف من غير تخصيص ببعضها دون بعض، هذا القول الأول، أن المراد بالعهد جميع ما خص ما أمر الله عز وجل به من التكاليف دون تخصيص ببعضها دون بعض. ثم فيه روايات، إحداها أنه تعالى جعل تعريفه إياهم نعمه عهدا له عليهم، جعل تعريفه إياهم نعمة عهدا له عليهم، الله تعالى جعل تعريفه إياهم نعمة عهدا له عليهم، من حيث يلزمهم القيام بشكرها كما يلزمهم الوفاء بالعهد والميثاق. وقوله أوفي بعهدكم أراد به الثواب والمغفرة، فجعل الوعد بالثواب شبيها بالعهد من حيث اشتراكهما في أنه لا يجوز الإخلال بهما. ثانيها قال الحسن المراد منه العهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن وفى لله بعهده وفى الله له بعهده. وثالثها وهو قول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا بما أمرتكم به من الطاعات ونهيتكم عنه من المعاصي أوفي بعهدكم، أي أرضى عنكم وأدخلكم الجنة، وهو الذي حكاه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتحقيقه ما جاء في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول الزمخشري والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعا، يقال أوفيت بعهدي أي بما عاهدت عليه، وأوفيت بعهدك أي بما عاهدتك عليه، أوفيت بعهدي أي أوفيت بما عاهدت عليه، وأوفيت بعهدك تقول لشخص ما أوفيت بعهدك أي أوفيت بما عاهدتك عليه، ومعنى أوفوا بعهدي أي وأوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي، كقوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وقوله ومنهم من عاهد الله. ثم قال أوفي بعهدكم أي بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. القول الثاني أن المراد من هذا العهد ما أثبته الله عز وجل في الكتب المتقدمة من وصف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك في سورة المائدة بقوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم ما وعدهم من وضع ما كان عليهم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقهم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى كان عهد إلى بني إسرائيل في التوراة أني باعث من بني إسماعيل نبيا أميا، فمن تبعه وصدق بالنور الذي يأتي به أي بالقرآن غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين: أجرا باتباع ما جاء به موسى عليه السلام وجاءت به سائر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، وأجرا باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي من ولد إسماعيل عليه السلام. يقول: وتصديق هذا في قوله تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وكان علي بن عيسى يقول: تصديق ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وتصديقه أيضا فيما روي أو فيما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران. وهذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. يقول: بقي ها هنا سؤالان. السؤال الأول: لو كان الأمر كما قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده؟ كيف يجوز من جماعة اليهود جحده؟ والجواب عنه من وجهين: الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء بكتبهم لكن لم يكن لهم العدد الكثير فجاز منهم كتمانه، هذا العلم كان عند علمائهم فقط وهؤلاء كان عددهم قليلا فجاز منهم الكتمان والجحود. الثاني أن ذلك النص كان نصا خفيا لا جليا فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه. التأويل الثاني أو الجواب الثاني عن هذا السؤال أن ذلك النص كان نصا خفيا ولم يكن نصا جليا فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه. السؤال الثاني: الشخص المبشر به في هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر في هذه الكتب وقت خروجه ومكان خروجه، يعني أن يوصف وقت زمانه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك، إما أن تكون هذه الأمور مذكورة أو لم يذكر شيء من ذلك. فإن كان ذلك النص نصا جليا
واردا في كتب منقولة إلى أهل العلم بالتواتر. هذا الاحتمال الأول، إن كان ذلك النص جليا واردا في كتب منقولة إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على الكتمان، وكان يلزم أن يكون ذلك معلوما بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين، وعلى هذا الاحتمال لا يمكن كتمانه. وإن كان الثاني لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يقولوا إن ذلك المبشر به سيجيء بعد ذلك على ما هو قول جمهور اليهود. يقول الإمام والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم على الأمر بالتأمل في الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه في القول الأول إنما اختاروه لقوة هذا السؤال. وأما من أراد أن ينصر القول الثاني بأن المراد بالعهد أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب الأنبياء السابقين، من أراد أن ينصر هذا القول فإنه يجيب عنه بأن تعيين الزمان والمكان لم يكن منصوصا عليه نصا جليا يعرفه كل أحد، بل كان منصوصا عليه نصا خفيا، فلا جرم لم يلزم من ذلك أن يعلم بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام. إذن إذا كان منصوصا عليه نصا خفيا لم يلزم أن يعلم ذلك علما ضروريا أو أن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام. إذن ذكر الإمام قولين في بيان العهد المذكور في الآية، الأول أن المراد به جميع التكاليف التي أمر الله عز وجل بها دون تخصيص العهد ببعضها دون بعض، والثاني أن المراد بالعهد ما أثبته الله عز وجل في الكتب المتقدمة من وصف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام سؤالين، الأول إن كان المراد بالعهد ما أثبته الله عز وجل في الكتب المتقدمة من وصف محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز جحده من جماعة اليهود؟ وأجاب عن هذا السؤال من وجهين، الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء بكتبهم ولم يكن عددهم كثيرا فجاز منهم كتمان ذلك. الثاني الجواب الثاني أن النص كان خفيا لا جليا، وإذا كان كذلك جاز وقوع الشك فيه إما من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت. السؤال الثاني، الشخص المبشر به في هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر في هذه الكتب وقت ومكان خروجه، وأن يكون قد ذكر فيها سائر التفاصيل المتعلقة به، أو لم يذكر شيء من ذلك. فإن كان الأول كان ذلك النص نصا جليا واردا في كتب منقولة إلى أهل العلم بالتواتر فتمتنع قدرتهم على الكتمان، ويلزم أن يكون ذلك معلوما بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام. وإن كان الثاني لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يقول اليهود إن ذلك المبشر به سيجيء بعد ذلك الوقت على ما هو معتقد جمهور اليهود. وأجاب الإمام بأن الذين حملوا قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم على الوفاء بجميع التكاليف دون تخصيص ببعضها حملوه على هذا المعنى لقوة هذا السؤال. وأما الذين حملوا العهد على ما أثبته الله عز وجل في الكتب السابقة من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا في الجواب عن هذا السؤال، قالوا لم يكن منصوصا عليه نصا جليا يعرفه كل أحد، بل كان منصوصا عليه نصا خفيا، فلا جرم لم يلزم أن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء السابقين عليهم السلام. وبعد أن أجاب الإمام على هذين السؤالين قال ولنذكر الآن بعض ما جاء في كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر، يقول البشارة الأولى أو الوصف الأول جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك من قبل الله تعالى فقال لها يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت؟ قالت
أهرب من سيدتي سارة، فقال لها ارجعي إلى سيدتك واخفضي لها، فإن الله سيكثر زرعك وذريتك وستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك، وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع، وهو يشكر على رغم جميع إخوانه. يقول الإمام معقبا: واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة، وليس يجوز أن يبشر الملك من قبل الله تعالى بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى. ومعلوم أن إسماعيل عليه السلام وولده لم يكونوا متصرفين في الكل، أعني في معظم الدنيا ومعظم الأمم، ولا كانوا مخالطين للكل على سبيل الاستيلاء إلا بالإسلام، لأنهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على الدخول في أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف. فلما جاء الإسلام استولوا على الشرق والغرب بالإسلام، ومازجوا الأمم ووطئوا بلادهم، ومازجتهم الأمم وحجوا بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لكانت هذه المخالطة منهم للأمم ومن الأمم لهم لكانت معصية لله تعالى وخروجا عن طاعته إلى طاعة الشيطان، والله يتعالى أن يبشر بما هذا سبيله. الله يتعالى عن أن يبشر بما هذا سبيله. الوصف الثاني أو البشارة الثانية جاء في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس: إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيا مثلي من بينكم ومن إخوانكم. إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيا مثلي من بينكم ومن إخوانكم. وفي هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسى عليه السلام: إني مقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوانهم، وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منه. يقول الإمام: وهذا الكلام يدل على أن النبي الذي يقيمه الله تعالى ليس من بني إسرائيل، كما أن من قال لبني هاشم إنه سيكون من إخوانكم إمام عقل أي السامع أنه لا يكون هذا الإمام من بني هاشم. ثم إن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، ولم يكن له أخ إلا العيص، ولم يكن للعيص ولد من الأنبياء سوى أيوب عليه السلام، وإنه كان قبل موسى عليه السلام، فلا يجوز أن يكون موسى عليه السلام مبشرا به. وأما إسماعيل فإنه كان أخا لإسحاق والد يعقوب عليهم السلام ثم إن كل نبي بعث بعد موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منهم، لكنه كان من إخوانهم لأنه من ولد إسماعيل الذي هو أخو إسحاق عليهم السلام. فإن قيل قوله من بينكم يمنع من أن يكون المراد محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقم من بين بني إسرائيل. إن طرح هذا الإشكال أو هذا التشكيك قلنا: بل قد قام من بينهم، لأنه عليه السلام ظهر بالحجاز وبعث بمكة وهاجر إلى المدينة، وبها تكامل أمره، وقد كان حول المدينة بلاد اليهود كخيبر وبني قينقاع والنضير وغيرهم. وأيضا فإن الحجاز يقارب الشام، وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام، فإذا قام محمد صلى الله عليه وسلم بالحجاز فقد قام من بينهم، وأيضا فإنه إذا كان من إخوانهم فقد قام من بينهم، فإنه ليس ببعيد منهم. هذا هو الوصف الثاني أو البشارة الثانية من البشارات التي ذكرت في كتب الأنبياء السابقين عليهم السلام
بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم. ونقف عند البشارة الثالثة أو الوصف الثالث من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب الأنبياء السابقين عليهم السلام. نقرأ هذا الوصف وما بعده أو هذه البشارة وما بعدها من البشارات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.